فهاد الحصه ديال اليوم ان شاء الله غنتعرفوا على الحروف اللي كيتغيروا في النطق ديالهم في اللغه الفرنسيه. الحروف اللي كيتغير النطق ديالهم في اللغه الفرنسيه هما سبعه ديال الحروف، داكو. دونك اولهم كاين السي، السي ممكن يتقرا س، ممكن يتقرا اك، وغنعرفوا كيفاش. الاو ممكن يتقرا او، ممكن يتقرا اي، ممكن يتقرا او، ممكن يتقرا اي. عندك هاد الجي ممكن يتقرا ج، ممكن يتقرا اج، وغنشرحوا كيفاش. هاد الاغ ممكن يتقرا غا، ممكن يتقرا خا، داكو. بحال مثلا ترافاي، بحال مثلا غون، دونك نعرفوا كيفاش. الاس ممكن يتقرا اس، ممكن يتقرا زد. والتي ممكن تقرا تا، بحال مثلا بوتيت، ممكن تقرا طا، بحال مثلا طابلو. دونك الاكس ممكن يتقرا اكس، ممكن يتقرا ديك اكز، مثلا كنقولوا اكزامبل ولا اكزيرسيس اكز، داكو. ولا مثلا كيتقرا اكس، بحال مثلا اكسترا اكسترا. غنشرحوا كيفاش. دونك هادو هما الحروف اللي كيتغنوا تقديرهم في اللغه الفرنسيه. اما بي كيبقى ديما كيتقرب، دي ديما د، ما عندهمش مشكل، ما فيهمش مشكل. دونك رد البال غير لهاد السبعه وغنشرحهم ان شاء الله. اولهم هو سي، وغنبدا به. دونك الحرف سيغنا ممكن يتقرا س، ممكن يتقرا اك. فعاود تمشي تشوف الحاله اللي كيتقرا فيها اك، هما بزاف. دونك غنشوفوا اللي كيتقرا فيهم اس. اس خاص يجي حداه اي او لا او او لا اكريك. ملي كيجي حدا سي اي ولا او ولا اكريك كيتقرا س، داكا. دونك هو سي خاص يجي حداه اي ياك او لا او او لا اكريك باش يتقرا اس، صافي. هذه هي القاعده. الا جا حدا سي اي او اكريك قراه اس، ما جاش شنو غتقرا؟ اك، حيت اصلا عندك غير جوج حالات، يا اما س يا اما اك. هادي سي، هادي سو. بحال مثلا درت لك سي مع اي كتقرا سي، سي مع او كتقرا سو، سي مع اكريك دونك سي. هاد تقريبا بحال بحال في النطق، داكو. سي سو سي، مزيان. ونفترضو درت لك حرف اخر ا، هنا غتقرا كا. علاش؟ حيت جا ا ماشي فاز ثلاثة، دونك غتقرا هذا ك، دونك كا. الا درت لك او كو، الا درت لك او كو، واش فهمتي كيفاش؟ اي حرف جا من غير هاد ثلاثة راه غيتقرا ك، ولا كانوا هاد ثلاثة راه غيتقرا س، صافي. اتفقنا؟ هادي هو لا ليتر سي، اتفقنا. بحال مثلا هادي كتقرا سي، هادي سي. بحال مثلا سيكل، سيكل هادي سي وهاديك. علاش هادي سي وهاديك؟ هادي متبوعة بإكغيك، ها هو داكشي علاش تقرات إس. دونك سي هادي إك، علاش؟ حيت متبوعة بإل، إل ماشي من هادو، هادي راه إل، دونك هادا ماشي من هادو، دونك غتقراك سي إك. والحرف في اللغة الفرنسية إلا كان ما متبوعش بفوايل، لي فوايل أ إي أو 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 إكغيك، يعني ما متبوعش بفوايل، كنوقف عليه بالسكون. بحال هادا غنقراه إك، كون كان أ كون قلت كا، كون كان أو كون قلت كو، ولكن هنا جا حرف ساكن كونسون، دونك غادي نقرا بالسكون اك. دونك سي اك هذا التوا بالسكون، حيت هاد الام كيتقراش في الاخير بحال ما كاينش. دونك سي كل، صافي. حروف اللغه الفرنسيه اذا كانوا ما كاينينش حداهم لي فوايل كنقراهم بالسكون. بحال مثلا هذا كيتقرا ب، تا ندير ليه ا كيتقرا با، فهمتي كيفاش؟ هذا الشيء اللي كاين. مزيان، دابا حشنا حرف سي، دابا غنشوفوا الاو، نشوفوا نخدموا الاو. الاو شنو قلنا عليه؟ الاو ممكن يتقرا أ، ممكن يتقرا اي، ماشي داك اي اللي فوق منه شرطه، لا بلا هذا، هذا اصلا كيتقرا اي اوتوماتيكمون، داكو. دونك هنا نحاولوا نشوفوا هاد او كيتقرا بهاد المرات. نعطيك كاع مثال، بحال هاد الكلمه كتقرا اس، هاد ما كتقراش اوسبوار اوسبوار، لا هادي كتقرا اسبوار اي، وما كنحاولش نقراها بديك اي، لا هاديك هذا اللي كيتنطق اي، هذا اي، اما هذا كيتنطق غير اي اي خفيفة بلا يا، داكوغ بلا يا، هادي اللي كتقرا بلا يا. دونك هادي اي، اس اب هادي وا وهادي اغ، دونك اسبوار كتعني الامل. علاش هذا قريتو اي ما قريتوش اسبوار؟ حيت متبوع بحرفين ساكنين، اس حرف ساكن و بي حرف ساكن، اتفقنا. دونك هنا متبوع باش؟ متبوع بحرفين ساكنين، عندك اس و بي حرفين ساكنين. دونك شنو هي القاعدة؟ قال لك او ملي تيجي حداها حرفين ساكنين، يعني دو كونسون، داكوغ. او ملي كيجي حداها دو كونسون، داكو. او ملي كيجي حداها دو كونسون شنو كتقرا؟ كتقرا اي، يعني حرفين ساكنين خاص يكونوا حداه، الا ما كانوش غتقرا او. نشوفوا مثال، هنا قلنا كتقرا اسبوار، مثلا هذه الكلمه
واش غنقرا تي ما كتقراش في الاخر ياك اوكي حيدها هادي غتقرا بوتي ولا غتقرا بيتي واش بيتي ولا بوتي نشوفوا شنو غتقرا عندي هنايا حرف ساكن تي حرف ساكن كونسون اي فوايل دونك هنا عندي كونسون بلس فوايل عندي ساكن ومتحرك ما عنديش ساكنين اللي قلت لك ما عنديش دونك هذا غتقرا غير او تا يكونوا عندك ساكنين هنايا حدا او عاد ديك الساعه قرا اي دونك هنا غتقرا غير بو بو هذا ب مع او بو وهذه تي دونك بوتي كيعني صغير بوتي صغير واش اتفقنا مزيان ولكن الا لقيتي حدا حرفين ساكنين قراه اي بحال اسبوا واش اتفقنا مزيان دونك حنا حيدنا الحرف الاو شنو غيبقى لك دابا بقاو لك دابا اربعه الحرف بقاو لك دابا شحال دابا حيدنا غير جوج سي والاو حيدنا جوج بقاو خمسه دونك دابا غنحاولوا نشوفوا الحرف الموالي شفنا السي شفنا او دابا غنشوفوا الجي داكو دابا غنشوفوا الجي هاد الجي رد معاه البال ممكن يتقرا ج ممكن يتقرا ج يا اما ج يا اما ج امتى كيتقرا ج نفس الحالات اللي كيتقرا فيهم سي اس يعني خاص يكون حدا اي والاو والاكراك ولا ما كانوش هاد ثلاثه ديريكت غيتقرا ج ساهله دونك الحرف انا نكتبو هنا الحرف الجي خاص يجي حداه اي والاو والاكراك ضروري باش يتقرا الجايه ها هي القاعده اللي غتحفظ انت جي جو جي جي جو جي واخا ولا درت اي ولا درت او هادي كتقرا كا كا ولا درت او غتقرا كو ولا درت او غتقرا كو واخا نشوفو مثال واش كيفاش كتقرا هادي ناخذ مثالا هاد الكلمه كو شكون اللي غيقرا هاد الكلمه كو غا كوغا واش كوغاج ولا كوغاك كوغاج ولا كوغاك واخا نشوفو شنو غتقرا شنو قلنا قلنا كتقرا ج ملي تيكون حداها اي والاو والاكغيك ها هو او دونك شنو غتقرا هنايا في نظرك باينه غتقرا ج حتى هي اي او اكغيك كتقرا ج كاينه او دونك هادي كوغاج كتعني شجاعة داكوغ شجاعة دونك هنايا كوغاج صافاش مزيان ناخدو كلمة أخرى عطيتك مثالا هاد الكلمة دي ما عمرها كتقرا في الأخر دي ما كتقراش في الأخر دونك هادي شنو غتقرا هادي غتقرا ج ولا ج واخا نشوف واش غتقرا ج أول حاجة نشوف واش غتقرا ج خاص يكون إي أو إكغيك ما كاينش كاين إغ دونك غتقرا ج صافي ما كاينينش هاد ثلاثة دونك إك دونك هادي إك غنوقف عليها بالسكون علاش حيت ما كاينش حداها متحرك أ إي أو 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 إكغيك ما كاينش بحال هكا قلتي مشكولات دونك إك اغ وهادي مع اغ مع اون غون غون يعني كبير غون ديما كتقراش في الاخر شوف الحروف عندك اللي كيتقرا في الاخر هي اف ار سي ال هادو اللي كيتقرا في الاخر والحروف المتحركه ا اي او او اي كاك ولكن بشرط هاد او تكون فوق منو شرطه يتقرا اي وعندك الحروف المركبه بحال او اغ بحال او زيد داكو هادو اللي كتقرا بحال او اي اللي كتقرا وا بحال مثلا غوا هادي كملاحظه هادو اللي كيتقراو في الاخر يعني اف ار سي ال بوحدهم اما هادو دي ولا تي ولا داكشي الاخر ما كيتقراش دونك اف ار سي ال هما اللي كيتقراو بحال اكتيف نوار ساك شوفال ولا حروف متحركه بحال تا هادي كتقرا تي ولا تو دونك حروف متحركه كاملين كيتقراو في الاخر اولا مثلا او اغ او زد او اي يعني حروف المركبه بحال هادي مثلا غوا ملك دونك هنا كيقراو المهم هادي راه كملاحظه وصافي غنشرحها مازال في النصوص دونك هنا شنو قلت قلت جي الى جا حدا اي او اكفاك قرا ج بحال كوراج ما جاش ديك الساعه قرا ج بحال غون صافي مزيان تري بيان برافو عليك غنشوفو امثله اخرين في النصوص ان شاء الله دابا حيدت عليك ثلاثه ديال الحروف سي والاو والجي دابا الاغ شنو كنعرفو على الاغ الاغ اتعرف عليها واحد الحاجه مهمه عرفتي شنو هي الاغ قال لك الاغ ملي كيجي قبل منها سي او لا تي او لا اف او لا بي كتقرا خا قبل منها رد لي شنو كنقول قبل منها اغ كيجي قبل منها سي ولا تي ولا اف ولا بي كتقرا خا الا ما جاش كتقرا غا نشوفو مثال قلت لك سي يعني شنو غتقرا ليا هادي قلمون دونك هادي ك علاش ك حيت جا حداها ساكن دونك هادي كتقرا عرف الاغ هذا اغ
واش هادي غتقرا كغا ولا كخا؟ يعني واش هادي غتقرا خا ولا غا؟ حيت معها ا، دونك غتقرا خا. علاش؟ حيت قبل منها السي، دونك هادي كخا وهادي ليا مع اون يون، كخايون يعني قلم. اتفقنا؟ اولا مثلا كنقولوا جو كخوا، جو كخوا، جو كخوا. دونك الاغ ملي تيكون قبل منو السي تتقرا خا، جو كخوا. اتفقنا؟ مزيان. كذلك ملي كتكون تي بحال مثلا رقم 3 باللغه الفرنسيه سميتو 3 3 و اسم كيتقراش في الاخر 3. واش اتفقنا؟ يعني عاد الاغ تقرا تخا. ولا مثلا طرافاي، طرافاي هذا المقطع في اللغه الفرنسيه كيتقرا بحال اي، دونك طرافاي العمل الشغل طرافاي، دونك هنا تقرا تخا. كذلك الاف ملي تيكون قبل اغ بحال مثلا الفرنسيه فرونسي، او مثلا لا لونغ فرونسيز، دونك فرونسي ما كنقولوش فرونسي ولكن كنقولو فرونسي، دونك الاغ قبل منها اف. او مثلا شي حاجه بارده كنقولو فخوا، 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 ديما كيتقراش في الاخر يعني بارد فخوا. او مثلا الحرف بي ملي تيكون بي بحال مثلا كنقول لك من بعد اب خي، اب خي، ابخي من بعد ابخي. او مثلا ابخوند يتعلم اب خوند، اب خوند، دونك هاد الاغ تقرا تخا. علاش؟ حيت قبل منها بي، دونك ابخوند يتعلم ابخوند. دابا ما كنشرحش هاد الشيء كامل، كنشرح غير الحروف اللي كيتغير النطق ديالهم بلا ما يديك هاد الشيء كامل، هادشي كامل غنشرحو مازال. دونك ابخوند، واتفقنا؟ رد ليا البال غير دابا شنو كنقول، كنقول لك الاغ ملي تيكون قبل منو السي، يعني مثلا كتلقى بحال هكا، اولا تي، اولا اف، اولا بي، يعني كتلقى سي اغ، تي اغ، بي اغ، اف اغ، هاد الاغ راه كيتقرا خا. مثلا هادي كخا، هادي تخا، هادي بخا، هادي فخا، فهمتي كيفاش؟ يعني هاد الاغ كتقرا خا. ولا ما كانوش هاد الربعه سي تي اف بي شنو كيتقرا؟ كيتقرا غا، بحال هاديك اللي قرينا في الاول كاع. هادي شنو كتقرا؟ هادي كو غا ج، كو غا. علاش ماشي، علاش ماشي الخا؟ حيت ما كاينش قبل منها سي تي اف بي، كان قبل منها او، دونك هنا تقرا غا كوراج. او مثلا هذيك الكلمه الاخرى غون، ماشي بالخا، بالغا. علاش؟ حيت كاين قبل منها جي، ماشي كاين قبل منها اف ار سي ال. واش اتفقنا؟ دونك مزيان، نتمنى تكونوا فهمتوا هذه القاعده ديال الاغ. شنو بقى لينا؟ بقى لينا الاس. الاس شنو غنعرفوا على الاس؟ ناخذ شي ورقه اخرى. شنو غنعرفوا على الاس؟ الاس قلنا ممكن يتقرا اس، ممكن يتقرا زد. اتفقنا؟ وحده منهم يقدر تقرا اس، يقدر يتقرا زد. غنشوفوا امتى كيتقرا زد. كيتقرا زد الا كان بين حرفين متحركين. قال لك اس اونتر دو فوايل سو برونس زد، يعني اس بين حرفين متحركين كيتقرا زد. بحال مثلا نديروا هذه شوز، هذه الشين مع او شو مع هذه زد. علاش؟ حيت هنا عندي فوايل وهنا عندي فوايل، دونك اس جاني اونتر دو فوايل بين حرفين متحركين، دونك هذه الاس نقراها زد. شوز ماشي شوز. اتفقنا؟ أولا مثلا شو، هادي شو، مي، علاش هادي شو؟ حيت موراها حرف ساكن ومتحرك ماشي ساكنين باش تكون شي، دونك شو، شو مي، وهادي ز، غندير اس حيت اس بين حرفين متحركين كيتقرا زد، شو ميز. ملي كنعرف هاد القواعد راه كيساعدوني حتى في الكتابة، دونك شو ميز، قميص، شو ميز. إمتى كتلغى هاد القضية؟ إلا قلت لك كلاس، كلاس، دونك غيجيني اس بين حرفين متحركين، خاصني نكتبو جوج مرات باش ما يتقراش زد. يعني كلاس حيت قال لك اس دوبل، ملي كتكتب جوج مرات ما كيبقاش، يعني اس دوبل تتساوي دائما اس، دائما واخا يكون بين حرفين متحركين واخا يكون فين ما كان، دونك جوج الاس كيتقراو اس. دونك الا بغيت الاس مثلا جاني بين حرفين متحركين ما بغيتوش يتقرا زد كندوبلي، يعني كتكتب جوج مرات. دونك هنايا كلاس واخا بين حرفين متحركين كيتقرا اس. علاش؟ حيت مكتوب جوج مرات كلاس. مزيان. ولا جا في الاول راه كيتقرا اس عادي، بحال مثلا ساموجي، سا مودي، هادي مو ماشي مي حيت موراها ساكن ومتحرك ماشي ساكنين، دونك سا مو ماشي سامي، سا مودي سل، كلاس قسم، شوميز قميص، شوز شيء. واش اتفقنا؟ دونك شنو قلنا؟ قلنا الاس بين حرفين متحركين كتقرا زد، ولكن مكتوب جوج مرات كيتقرا اس، وكاينه هادي حتى هي كتقرا اس دائما، هادي كتسمى سيدي، بحال اللي شفنا في كلمة فرونسي، هادي مثلا فخون، وهادي سي، حيت هادي ديما كتقرا سي، صافي؟ هادي اللي عندها خمسة لتحت. دونك مزيان، نتمنى يكون هادشي مفهوم. شنو بقى لينا مازال؟ شفنا الحرف سي ياك، شفنا الحرف سي، بقى تي والاكس، داكوغ؟ نشوفو أولا تي، تي ممكن تقرا تاء، ممكن تقرا طا، جوج بيهم، يا إما تا يا إما طا. نشوفو تا حيت هما لي قلال، تا
حتى ملي كتجي حدا مثلا اي كتقرا تي او لا او تو او لا مثلا او تو مثلا بونجور تو لو موند دونك هنا تو او لا مثلا ملي كنقول تو هنايا او ملي كنقول تي او لا تو ملي كنقول تي داكوغ هاد الحالات اللي كتقرا فيهم تا او ملي كنقول حروف مركبه بحال تي حيت او اي كتقرا اي او لا او زيد حيت هي كتقرا اي دونك تي هاد الحالات اللي كتقرا فيهم تا واش اتفقنا اي والاو والاو ار والاو زيد وهذا الشيء كامل اللي درت هنايا ولا ديك التينيت كذلك تي هنا غتقرا تي بحال مثلا هنا كتقرا بو تي ت دونك هنا كامل تقرا تا بو تي ت علاش حيت جا موراه اي جا موراه او دونك هنا كتقرا تا بوتيت ولكن ملي كنقول لك مثلا بحال طابلو طابلو يعني السبوره مثلا طابلو هاد او ا او كتقرا او دونك طابلو دونك هنا تقرا تا علاش حيت جا موراها ا ما جاش موراها هاد الشيء اللي قلت لك كتقرا حداه تي هادو اللي كتقرا فيهم تي اما الا جا موراها ا كتقرا تا جا موراها او طو واش اتفقنا ولا جا موراها اي حرف ساكن كتقرا ط بحال مثلا طرافاي ماشي طرافاي 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 دونك جا موراها ساكن اغ كاع الحروف الساكنه ملي كتجي مورا هذا راه كتقرا ط واش اتفقنا دونك كتقرا تي غير في هذه الحاله اللي قلت لك هنا اما اي اما او اما او او اما حتى او راه كتقرا مورا طو هذه طو ولكن ملي كنزيد لها او هنا كتقرا تو دونك هنا تي وهنا تي وهنا تي وهنا تي واش اتفقنا هذه وكذلك ا اي تا هي ا اي حتى ا اي كتقراو اي حتى هذه كتقرا موراها تي اتفقنا مزيان دونك ها انت عرفتي البلان ديال تي الا ما كاينينش هادو اللي درت في الجدول كتقرا طا بحال طابلو بحال طابليت بحال طرافاي اتفقنا بحال تخادكسيون مزيان هنا يبقى لك دابا غير الاكس بقى لك هاد الاكس وتختم الدرس الاكس شنو فيه ممكن تقرا اكس اللي قلنا اكس ممكن تقرا اكس هنا عفوا ممكن تقرا اكس نشوفوا حنا امتى كتقرا اكس بحال مثلا كنقول لك اكزوم اب ال اكزومبل ورد البال هاد او اللي كتكون قبل اكس راه كتقرا بحال اي واخا ما يكونش حداها ساكنين هادي بوحدها اكس اللي كتكون قبل او كتقرا اي دونك اي اكزو ماشي اكسو لا اكزو علاش حيت اكس بين حرفين متحركين اكس ملي كيكون اونتر دو فوايل كيتقرا اكس دونك اكس هادي كتقرا بحال اكس اكس دونك اكزو ام ابل مثال اكزومبل يعني كتعني مثال اكزومبل او مثال اكزيرسيس اكزيرسيس داكو اكزيرسيس دونك اي هادي قلنا كتقرا اي حيت قبل اكس اكزي هادي اكزي حيت هاد الام تبوع بساكنين غتقرا اي دونك اكزي داكو اكزي اكزيرسيس اكزيرسيس تمرين دونك هادي كتقرا اكز رد البال هاد الام اللي كيكون قبل ام راه كيتقرا غير او بحال اكزومبل ماشي اكز اكزامبل لا واخا متبوع بحرفين ساكنين ولكن هنا راه كاين قبل ام او ملي تيكون قبل ام راه كيبقى ذلك كيتقرا او ولا كيتجمع مع ام بعض المرات كتقرا او ولكن ما كيتقراش اي ولا قبل ام ما كيتقراش اي واش اتفقنا بحال مثلا كلمه مامبر مامبر ماشي ميمبر الاعضاء ديال مثلا ميمبر ميمبر دو لا فامي يعني اعضاء الاسره وافراد الاسره كتقرا مامبر هذه كتقرا ديما او واش اتفقنا ند بال هاد الام هاد الاو قبل ام هنا اكزيرسيس يعني تمرين اكزيرسيس امتى كتقرا اكس ملي ما كتكونش بين حرفين متحركين اكس ملي كيكون بين حرفين متحركين كتقرا اكس ولكن ملي ما كيكونش كتقرا اكس بحال مثلا هادي اكسترا شي حاجه واعره اكسترا اوردينير مثلا دونك هنا اكسترا باش نتبعوا اكس هنا كاين عنده او او تي هذا فوايل وهذا كونسون دونك ما كاينش اونتر دو فوايل دونك كتقرا غير اكس اكسترا اكسترا واش اتفقنا مزيان ولكن ملي كيكون بالحرفين المتحركين كتقرا اكز بحال اكزاجيري كذلك اكزاجيري يعني كتبالغ اكزاجيري هنا اكزومبل مثال اكزيرسيس تمرين اكسترا وغادي شي حاجه واعره مامبر قلنا اعضاء مثلا كتلقى جروب فيه دي مامبر اتفقنا مزيان هذا الشيء اللي كاين في هذه الحصه دونك الا فهمتي هذا الشيء راه برافو عليك من بعد غتمشي تعلم الحروف المركبه الا عرفتي هذا الشيء يعني تعرف ان السي والاو والجي والار والاس والتي والاكس كيتغير النطق ديالهم داكو ونعطيو ملاحظه شامله السي قلنا كيولي اس واك ممكن تقرا السي الا كان حدا غير اي والاو والاكريك ما كانوش كيتقراك الاو كيتقرا اي ملي كيكون حدا حرفين ساكنين والجي كيتقرا ج ملي كيكون حدا غير اي والاو والاكريك والار كيتقرا خا ملي تيكون قبل منه سي ولا تي ولا اف ولا بي والاس كيتقرا زد ملي كيكون بين حرفين متحركين بشرط ما يكونش دوبل ما يكونش مكتوب جمرة تي كتقرا تا اذا كان حدا غير اي ولا او اي ولا او ولا اي بحال هاد الحروف ما تبقى كامل كتقرا تا اكس ممكن تقرا اكس ولا كز ممكن تقرا كز ملي تيكون بين حرفين متحركين بحال اكزامبل
ونتمنى يكون هذا الشيء واضح. وشكرا على المتابعه ديالكم، حضروا الفرق، ونتمنى يكون عند حسن الظن ديالكم. مع السلامه.